إلى أي حد بالفعل سيدة بن جامن رئيس أو وزير الخارجية الإيراني كان يتحدث إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على المملكة العربية السعودية من خلال هذا المقال؟ من لامس هذا المقال؟ كيف يتم تلقيه؟ وأنت كيف فهمتيه؟ أعتقد أنه كان يتوجه إلى الجمهور الأمريكي. نحن نشهد على تحركات مهولة فيما يتعلق بكيفية تعاطي الحكومة الأمريكية مع إيران وفي كيفية تغير النظرة الأمريكية الشعبية حيال إيران. من المضطرب جدا وغير المفهوم بالنسبة إلى الشعب الأمريكي أن يرى ما الذي تفعله السعودية، فيتساءل الأمريكيون: أليست السعودية دار أسامة بن لادن؟ أليست الأرض التي ترعرع فيها التطرف الوهابي وانتشر منها؟ وفي الوقت عينه تبقى السعودية الحليف الأساسي بالنسبة إلى السعودية، وفي المقلب الآخر إيران الشريرة كما يشاع. قد أكملت مؤخرا هذا الاتفاق الدولي حول الملف النووي، وها هي تصبح أكثر عقلانية، ونشهد مؤخرا على ذاك الحدث المتعلق بإعدام رجل دين شيعي كان يدعو إلى اللاعنف على يد السعوديين، والسعوديون كانوا يعرفون أن إعدامه في هذا الوقت سيؤدي بالطبع إلى تأجيج التوترات في منطقة ملتهبة أساسا. بالتالي من المهم أن وزير الخارجية الإيراني أن يتحدث بسرعة كبيرة متوجها للشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية، فيقول: من برأيكم كان العقلاني والأقل عقلانية في هذا الوضع تحديدا، لسيما وأن وزير الخارجية كاري والقوى الغربية تواقة للتوصل إلى حل ما بالنسبة إلى ملفات مثل الملف السوري والعراقي واليمني وكل الشرق الأوسط.